تقاتلت ارتكاب دولة الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة لها في منطقة عفرين منذ احتلالها بتاريخ 18/3/2018 وإلى هذه اللحظة كافة أنواع الجرائم، وإن هذه الجرائم هي جرائم منظمة وممنهجة بحق شعب الكردي في منطقة عفرين. وارتقت هذه الجرائم إلى جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية حسب ما أكدته تقارير لمنظمات دولية ومنها لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، والتي تقدم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة، والتي أكدت بارتقاء هذه الجرائم إلى جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. ومن هذه الجرائم هي جرائم الخطف، حيث بلغ عدد المخطوفين من الأكراد أكثر من 8000، إضافة إلى جرائم الاغتصاب الجنسي، إضافة إلى جرائم قطع وحرق الأشجار والغابات الحرادية، تجاوز قطع الأشجار إلى أكثر من 350 ألف شجرة، إضافة إلى تدمير المواقع الأثرية وسرقة الآثار، فتم تجريف أكثر من 60 تل وموقع أثري، إضافة إلى تدمير المزارات الدينية، إضافة إلى فرض الذهنية الدينية المتطرفة والقوموجية التركية على الشعب العفرين عن طريق بناء معاهد دينية متطرفة، وعن طريق فرض اللغة التركية وشعارات اللغة التركية، وخاصة شعار الذئاب الرمادية في المدارس، ورفع صور رجب طيب أردوغان والأعلام التركية في كافة المناطق. فهذه الجرائم ارتقت مثل ما ذكرنا إلى جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. وهدف دولة الاحتلال التركي من هذه الجرائم، إن دولة الاحتلال التركي تسعى إلى تحقيق الميثاق الملي. ونحن نعرف من أحد بنود الميثاق الملي أن حدود الدولة التركية الحديثة يمتد حسب ادعاء من بحر الأبيض المتوسط غربا إلى موصل شرقا، وبعمق أكثر من 35 كيلومتر فيما يتعلق بالنسبة للمناطق ذات الغالبية السنية. أي دولة الاحتلال التركي تريد أن تحقق الميثاق الملي، وكذلك تريد أن تعيد تجربة لواء اسكندرون في عام 1939، وذلك عن طريق بناء المستوطنات وإحداث تغيير الديموغرافي، علما بأن أكبر عملية تغيير الديموغرافي تم في هذا العصر هي عملية تغيير ديموغرافي في تاريخ 18/3/2018، عندما احتلت دولة الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة أكثر من 25 ألف مرتزقا دخلوا إلى منطقة عفرين، وتسببوا بتهجير أكثر من 350 ألف مواطنين الكرد الأصليين. كانت أكبر عملية تغيير ديموغرافي في هذا العصر. ولكن دولة الاحتلال التركية الآن تريد أن ترسخ عملية تغيير ديموغرافي على أرض الواقع، ومن ضمن عمليات وأساليب الترسيخ الديموغرافي هو بناء المستوطنات، فتم بناء أكثر من 18 مستوطنة في كافة نواحي منطقة عفرين، من شيء جنديرش، شاران، بلبل، راجو وغيرهم من النواحي، وقامت بجلب أكثر من 400 ألف عوائل وأسر مرتزقة وإسكانهم محل أهالي عفرين. إضافة لاستكمال عملية التهجير القسري، تلجأ دولة الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة يوميا إلى خطف الأكراد علم بحجج واهية، وهو الانتماء إلى الدار الذاتية، أو بحجة خروجهم في المناوبات الليلية لحماية وراهم منازلهم. وبالرغم من هذه الجرائم الفظيعة والممنهجة التي ترتكب بحق أهالي عفرين بشكل خاص، وأهالي جريس بي وسارك عنية وباقي المناطق المحتلة من سوريا من قبل دولة الاحتلال التركي، نجد بأن الائتلاف السوري يوميا ظهور على شاشات التلفاز وتصريحات التي يقومون بإدلائها. من ناحية يدعون بأنهم يمثلون الشعب السوري بكافة أطيافه، وبأنهم يمثلون الكرد عن طريق ما يسمى المجلس الوطني الكردي، علما أنا كشخصيا أقول عنهم المجلس الإخواني الكردي، لأن ذهنيتهم لا تختلف بشيء عن ذهنية المرتزقة. هذه المعارضة لا تمثل المعارضة حقيقية، ولا تمثل إرادة الشعب، ولا تعبر عن طموحاته. إضافة إلى ذلك، بالرغم من جميع الانتهاكات التي تحدث في المناطق المحتلة وخاصة في عفرين،
نجد بأن المعارضة تدلي بتصريحات تقول بأن الجرائم هي جرائم فردية. بالرجوع إلى هذه الجرائم ونوعية الجرائم وكمية الجرائم وطرق تنفيذ هذه الجرائم، تجزم بالأدلة بأنها جرائم منظمة ومنهجة، والهدف منها هو الإبادة العرقية للشعب الكردي، الإبادة الثقافية للشعب الكردي. إذن ليس هناك جرائم فردية، إنها جرائم منظمة ومنهجة. وبالرجوع إلى تاريخ الدولة التركية في الإجرام وفي الإبادة العرقية بحق جميع المكونات، سواء الأرمن، سواء الكرد، سواء الآشور، سواء السريان، نجد بأن ما يجري في عفرين من جرائم مستمدة من السياسة العنصرية الشوفينية للدولة العثمانية وإلى هذه اللحظة، إنها جرائم منظمة ومنهجة. ولكن ما نجده مع الأسف ما يسمى المجلس الوطني الكردي وعلى رأسهم عبد الحكيم بشار، يوميا وبرغم تقارير منظمات دولية تؤكد بوحشية الجرائم في عفرين وارتقاء إلى جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، نجده يدلي بتصريحات بأن الجرائم في عفرين هي جرائم فردية ولا ترتقي إلى هذا المستوى من التضخم. أي يريد أن يشرعن الاحتلال التركي للمناطق الكردية، يريد أن يشرعن التغيير الديموغرافي للمناطق التركية عبد الحكيم بشار وجماعته. إضافة إلى ذلك بالرجوع، هذا يعبر بأنه لا يمثل الشعب الكردي يمثل نفسه فقط، وإنه ليس بمعارض بل إنه مرتزق، ولكنه مرتزق سياسي. المرتزق ليس من الضروري أن يكون عسكريا فقط، المرتزق السياسي أخطر من المرتزق العسكري عندما يتقاضى المال ويدلي بتصريحات سياسية إعلامية ضد شعبه ووجود شعبه لصالح عدوه. وبالرغم من هذه الجرائم وهذه الانتهاكات، ما زال المجتمع الدولي صامتا أمام هذه الجرائم. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا كل هذا الصمت من المجتمع الدولي أمام هذه الانتهاكات التي تجري يوميا بشكل خاص في عفرين وفي باقي المناطق؟ بالرجوع إلى تاريخ نشوء هيئة الأمم المتحدة ونشوء وتأسيس منظمات حقوقية، نجد بأن بعد الحرب العالمية الأولى والثانية تم التشكيل وتأسيس هيئة الأمم المتحدة على أساس الحفاظ على الأمن والاستقرار العالمي وحماية حقوق المجتمع وحماية جميع المواطنين والتساوي في الحياة المشتركة وحق تقرير المصير وغير ذلك. ولكن نجد مع الأسف إن الدول سواء في الحرب العالمية الأولى والثانية التي تسببت بقتل مئات الملايين من المدنيين، هذه الدول هي التي قامت بتأسيس هذه المنظمة، وما زالت هذه المنظمة هيئة الأمم المتحدة تحت سيطرة هذه الدول المهيمنة، منها الدول التي تستخدم حق الفيتو، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا. أي عندما تستخدم أي دولة من هذه الدول حق الفيتو حسب مصالحها السياسية، لا تستطيع هيئة الأمم المتحدة أن تقدم أي شيء للمجتمع الإنساني والمجتمع الدولي وللمظلومين. فيما يتعلق الصمت الدولي جراء تجاه هذه الانتهاكات التي تقع في سوريا، استخدامها للمرتزقة السياسيين مثل ما يسمون أي يمثلون الآن الائتلاف والمجلس الوطني الكردي، المرتزقة السياسيين كانوا أداة أساسية ورئيسية بيد تركيا بتحريف الثورة السورية. ثانيا، نتيجة تدخل جميع الدول سواء عالميا سواء إقليميا في المسألة السورية أدت إلى تأزم المسألة السورية، وتقربات الجميع هو ليس من أجل الشعب السوري، هذه حقيقة. التقرب والتدخل الجميع هو من أجل مصالحهم سواء سياسيا
سواء الاقتصادية. لا أمل في مجتمع دولي يسيطر عليه بعض الدول وتستخدم حق الفيتو حسب مصالحها السياسية والاقتصادية أن يحقق الأمن والاستقرار والمساواة للشعوب المظلومة وحماية المدنيين. وفي التاريخ تجربة، هناك تجارب كثيرة على هذه الحالات، على حالات الهيئة الأمم المتحدة، سواء منظمة حقوق الإنسان، سواء منظمة العفو الدولية، بما أن ليس لديها استقلالية وحيادية تامة ولا تحترم النصوص والمواثيق الدولية، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، بما أنها تخضع للدول المهيمنة على العالم وللمصالح السياسية والاقتصادية.